كما افتتح سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مسجد الإمام الحسن في منطقة كرزكان. وقال رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في كلمته خلال حفل الافتتاح إن الوتيرة المتسارعة التي تشهدها مشاريع دور العبادة في مختلف مناطق المملكة تعكس الحرص الكبير من الجهات الرسمية والأهلية في الاهتمام بالمساجد والتي هي بيوت الله سبحانه ومحل العبادة والدعاء والبركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق كافة المبادرين والمساهمين في بناء وتسجيد هذا المشروع المبارك وأن يجعله في ميزان حسناتهم. طبعا سمو العهد وكعادته السنوية وهذه للسنة الثالثة ويأمر بإعمار وترميم وتشييد عدة من المساجد، وفي هذه السنة أمر مع سموه ب 32 مسجد لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، والحمد لله نحن ماشون على هذا الدرب، وقمنا بافتتاح المساجد الجاهزة، وكذلك هناك بعد معظم المساجد 13 نحن في طريق استكمالها إليها في خلال الشهر الفضيل.